ظهر كمان لاعب مميز احمد كوكا، يعني اعتقد قدم مباراه هو اخذ منه الماتش فعلا. فكوكا يعني مكسب كبير للنادي الاهلي، وعلى فكره مستر كولر هو مقتنع بكوكا جدا من بدايه تدريبه النادي الاهلي، لكن هو طبعا كولر بيديله الفرصه دايما في الوقت المناسب عشان يطلع بافضل شكل زي ما شفناه. صحيح، تعالوا نشوف الكلام ده على مصطفى سيناريو المباراه والبدايات تحديدا. تعالوا نشوف كمان ونفكركم قلنا ايه في حلقه يوم الاربعاء. بلال متفق مع احمد الاول في جزئيه انه يلعب هيخاطر ويلعب بنفس الطريقه، ولا تتوقع انه يبقى في تغيير؟ لا انا اعتقد انه مش هيبقى في تغيير في طريقه اللعب، نفس طريقه الطريقة. اللعب هو ممكن يكون في تغيير في بعض العناصر، يعني زي حسام عبد المجيد العائد من بطوله افريقيا، بعض العناصر اللي هو ممكن يدفع بيها، لكن طريقه طيب. اللعب هتستمر. والمغامره دي دفع ثمنها غالي يا غالي قوي. وكمان شارك حسام عبد المجيد فعلا في بدايه اللقاء، وتم استبداله في بين شوطين اللقاء، كان واخد انذار يعني. وزي ما احنا قلنا الحمد لله ان اوزاريو اصر على طريقه اللعب ودفع الثمن، ويا ريت تحققت. وضحى انت سالتني دفع الثمن صحيح. نروح للفيديو اللي بعده. لما هيجي يواجه الاهلي، سؤالي ببساطه شديده، هيلعب بنفس الطريقه اللي بيلعب بيها، فكره اللامركزيه وفتح الخطوط والاندفاع الهجومي، ولا قدام الاهلي تتوقع انه يكون ليه حسابات اخرى؟ انضباط تكتيكي اكتر يعني. هيلعب بنفس طريقه اللعب، هو شخص اصلا مدرب مغامر. يا ريت. بطبيعته، يا ريت جدا يعني بجد يعني هو مدرب مغامر بطبيعته. فهو يعني اعتقد حتى انتقدوه كتير جدا، وخسر حتى في مباراه وكان احتمال يخسر في مباراه الكاس امام بروكسي، بالرغم كده هو اصر برضه على طريقه اللعب. ممكن يكون كان يستحق ان يخسر امام جدا بروكسي. يعني يستحق يعني يستحق يعني كان يستحق جدا ان هو يخرج فعلا من الكاس ساعتها، لكن اعتقد هو هيصر بطريقه اللعب. ممكن يعمل بس تعديلات طفيفه في بعض اللعيبه، لكن طريقه اللعب لا مش هتتغير. طيب هل لو كانت اتغيرت طريقه اللعب كنت تتوقع نتيجه مختلفه؟ كان ممكن السكور ما يبقاش كده. ما يبقاش كده. لكن النتيجه كانت هتبقى واحده، النادي الاهلي كان هيكسب. انت شايف ان السكور ده يعبر عن سير المباراه؟ لا طبعا، النادي الاهلي فرض فوز تاريخي يعني. اعتقد الشوط الاولاني النادي الاهلي كان ممكن يسجل اكتر من كده، والشوط الثاني برضه كان ممكن يقدر يسجل اكتر من كده. دفاع الزمالك اعتقد كان يعني من كل زي ما احنا اتكلمنا وحللنا قلنا نقطه ضعف نادي الزمالك انه مفتوح جدا ورا خلف المدافعين وخلف الباكات، فالموضوع كان سهل جدا اختراق دفاع الزمالك. لا هو الوصول لشباك الزمالك كان يعني في منتهى السهوله. وحاجه تانية احمد كباينه جدا، لو بصينا على الثلاث اهداف اللي حرزها النادي الاهلي تحس ان هي جمله، وده باين قد ايه قيمه كولر. في جمله يعني اعتقد واضحه جدا ان هو في حته معينه كان النادي الاهلي بيوصل للحته دي كان بيسدد منها. هدف الاول بتاع حسين الشحات الاختراق، والهدف الثاني طبعا وبتاع علي معلول شبه بعض بالظبط، نفس المكان اللي شاط منه حسين الشحات علي معلول شاط منه. نشوف اللي بعده. انا احساسي بيقول ان مباراه غدا هيبقى فيها اهداف كتيره جدا يعني ان شاء الله. يعني ده ماتش الثلاثه، نتيجه المباراه الدور الاول تفوق الاهلي على الزمالك بثلاث اهداف لا شيء طبعا، زي ما حضراتكم شايفين بنفتكر بنرفرش كده الذاكره مع بعض. طبعا انت كلام على ماتشين محمد شريف بالتخصص، او محمد شريف بالتخصص. بيقول لك محمد شريف لازم يبقى اول واحد حط في تشكيل ماتشات الاهلي يعني بيقول كده. ايوه لا هو محمد شريف كان ليه دور فعال طبعا مع نزوله للمباراه في الشوط الثاني، احرز هدف رابع من جمله مميزه بين هاني وديانج، عملها حلوه قوي وفنشها محمد شريف كالعاده في زاويه صعبه جدا على محمد صبحي اللي تاثر طبعا في النهايه بالاهداف او مسؤوليته عن الاهداف الثلاثه اللي استقبلها مرماه. بس بعيدا عن احنا كنا اتكلمنا كمان عن صبحي وعن ان خطا طبعا. خطا المباراه فيوتشر هياثر عليه، وقلنا ان هو ياخد جزء من تركيزه في المباراه، وده فعلا حصل، بس ما كناش متوقعين ان هو ياخد تركيزه كله. احنا قلنا ياخد جزء من تركيزه. طيب وقلنا الحقيقه يمكن انه كمان من ضمن التوقعات انه المباراه دي سيناريو الماتش يعني يحتمل بشكل كبير جدا انه يبقى في هدف مبكر في الدقائق الاولى، ودي اللي يمكن كانت مفاجاه انها يعني كل حصل. اللي انتوا قلتوه الى حد كبير ممكن كان يكون متوقع، لكن كمان فكره انه يتقال انه في هدف مبكر يغير من سيناريو الماتش دي كانت واحده من الحاجات. بسم الله الرحمن الرحيم. رحت انت قايل لي رضا شحاته على طول، مش عارف بقى موجوده معانا. طب مش عارف هي دي نفس الجزء اللي موجود معانا؟ مش معانا الجزئيه دي. طب نشوف اخر جزء يلا. في حاجه مهمه جدا هتبقى موجوده بكره، انها المواجهه الاولى بين اوزاريو وكولر. الاثنين عايزين يتعرفوا على بعض عن قرب في ارض الملعب، دي هتاخد وقت شويه. او لو فضل اوزاريو وفتح يبقى مش هناخد وقت ان شاء الله. يبقى مش هناخد وقت وما خدناش وقت الحمد لله. صحيح وما خدناش وقت، والجزء الحقيقه اللي قاله بلال يمكن مش موجود معانا، لكن صحيح انا افتكرته دلوقتي. قلت لك هنبقى بسم الله الرحمن الرحيم على ما وجه برضه كابتن مدحت شلبي وبسم الله الرحمن الرحيم، وده شحاته وده الشحات
فيعني الموضوع كان الهدفين محدش شافه صحيح. ايوه بالظبط، الكاميرا كانت بعيده عن كره، الكاميرا نفسها ما كانتش مستعده. بالظبط صحيح.